بيان عاجل جدا من الجيش المصري ننشر التفاصيل، وأمر عاجل من الرئيس السيسي بتعيين قائد لقوات البحرية جديد ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. ومصر وروسيا تبحثان مشروعا ضخما لأول مرة ننشر التفاصيل لكل المصريين. وثاني أكبر اقتصادات إفريقيا، تطور ضخم في الاقتصاد المصري في 30 سنة، وهقول لكم على التفاصيل في الفيديو. والكشف عن سبب استدعاء والد اليوتيوبر المصري عبد الله الشريف بعد التسريبات المفبركة، والكشف عن خطة ضخمة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. دي كانت العناوين معانا، ولكن قبل ما نبدأ في التفاصيل عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نخش في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وأمر عاجل من الرئيس السيسي بتعيين قائد لقوات البحرية. والرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية خلفا للفريق أحمد خالد حسن. الرئيس السيسي أصدر قرارا بعد ذلك بتعيين قائد لقوات البحرية السابق الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وأيضا كان معنا المصدر من الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل جدا من الجيش المصري. وشهد وزير الدفاع المصري محمد زكي المرحلة الرئيسية المشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 4، والذي تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكري. أكد قائد المنطقة الشمالية العسكرية حرص مقاتلي المنطقة الحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية، بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة مصر. وبدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضا مختصرا للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقع أثناء المشروع. وناقش وزير الدفاع المصري عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب التنفيذ لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. هذه كانت تفاصيل فتح 4 ومشروع مراكز القيادة التعبوي، يعني تسمى بفتح 4. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومصر وروسيا تبحثان مشروعا ضخما. وأعلنت وزارة التموين المصرية أن الوزير علي المصلحي ناقش مع نائب وزير الزراعة الروسي سيرغي ليفين تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر. ووفقا لبيان وزارة التموين المصري، فقد بحث الجانبان إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر، لتكون نواة لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وبعض الدول المجاورة عربيا وإفريقيا. وتطرق الجانبان للمشاركة فيما يتم تطويره من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمصانع الزيوت والأغذية المحفوظة وشركات السكر، بالإضافة لعمل شراكة روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام، وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجستية مع الجانب الروسي لتخزين الأقماح في مصر كمرحلة أولى 1,000,000 طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول المجاورة. أشار إلى أن ذلك سيساهم في تعظيم المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح وتقليل الكلفة في الشحن، وكذلك حلقات
التداول، واتفقا على عمل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية السفارة الروسية في مصر لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات ودراستها بشكل تفصيلي لتوقيع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم. المصدر معنا كان من أرتي، وهذا يعني كان بعض الإنجازات المصرية الروسية على أراضي مصر. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر. صاروا ثاني أكبر اقتصادات إفريقيا، تطور ضخم جدا في الاقتصاد المصري في 30 سنة. أظهرت بيانات لموقع ستاتيستا المتخصص في الإحصاءات تطور اقتصادات إفريقيا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري احتل المرتبة الثانية في 2020 في القارة السمراء. ووفقا للموقع، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ في 2020 نحو 363.1 مليار دولار، واحتلت بذلك مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى في العام نفسه، إذ بلغ حجم اقتصادها 432.3 مليار دولار. ويعني ذلك أن الاقتصاد النيجيري تفوق على الاقتصاد المصري بواقع 69.2 مليار دولار. ويظهر من التقرير أن الاقتصاد المصري صعد من المرتبة الرابعة لاقتصادات إفريقيا في 1990 ليحتل في 2020 المرتبة الثانية. واللافت في التقرير أن تصنيف أكبر خمس اقتصادات في إفريقيا ضم ثلاث دول عربية، فإلى جانب مصر جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة باقتصاد بلغ في 2020 أكثر من 145 مليار دولار. يليها في المرتبة الخامسة المغرب، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 112.8 مليار دولار. هنقولهم بالترتيب تاني ونذكر مع بعض الدول اللي ما قلناهاش. اول اقتصاد في افريقيا زي ما قلنا هو نيجيريا باجمالي ناتج محلي 432 مليار دولار و3 من عشر. تاني اقتصاد افريقي من الدول، مصر تأتي بناتج محلي 363.1 من عشرة. تالت اقتصاد في افريقيا بناتج محلي 301.9 من عشرة، وهي جنوب افريقيا. رابعا الجزائر بناتج محلي 145.2 من عشرة مليار دولار. المغرب مرتبة الخامسة وتأتي بناتج محلي 112.8 من عشرة مليار دولار. إثيوبيا في المرتبة السادسة بإجمالي الناتج المحلي 107.6 من عشرة مليار دولار. كينيا في المرتبة السابعة وتأتي بإجمالي ناتج محلي 98.8 من عشرة مليار دولار. غانا في المرتبة الثامنة وتأتي بإجمالي ناتج محلي 72.4 من عشرة مليار دولار. والمصدر معنا كان من البنك الدولي World Bank، وأيضا المصدر معنا كان من RT. إن شاء الله مصر هنشوفها من أكبر الاقتصادات في العالم، ليست أكبر الاقتصادات في إفريقيا فقط، إن شاء الله تعدي نيجيريا وتعدي معظم البلدان بإذن الله في العالم، وهتكون من أقوى 6 اقتصادات في العالم بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وعاجل كشف عن سبب استدعاء والد اليوتيوبر المصري عبد الله شريف الإخواني بعد التسريبات المفبركة. كشف مصدر أمني مصري تفاصيل حول استدعاء والد اليوتيوبر المصري عبد الله شريف الإخواني، وذلك بعد نشر تسريبات مفبركة حول مؤسسات الدولة في مصر. نفى المصدر الأمني القبض على والد عبد الله شريف، وضح أنه تم استدعاؤه لفحص تحويلات مالية واردة له من الخارج، والتنبيه عليه بإحضار المستندات اللازمة قبل أن يتم صرفه. كان قوات الأمن المصرية قد كشفت تفاصيل الفيديو المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة في مصر، والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتسجيلات وتسريبات مفبركة. وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان لها: انطلاقا من جهود وزارة الداخلية في حماية مصر من المخططات السيئة التي تطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام. وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخرا من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعي أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة الداعي ميرفت محمد علي، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة،
بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة. وتابع البيان أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد 61 سنة عاطل، يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب وصدق اتهامه والحكم عليه في عدد 22 قضية متنوعة. والثانية تدعى ميرفت محمد علي أحمد البدوي 52 سنة حاصلة على ليسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن ومصراوي والصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية، كشف عن خطة ضخمة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. قالت وزارة البترول المصرية في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك أن شركة إنرجين العالمية تنوي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بالبحر المتوسط. وبحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع رئيس شركة إنرجين العالمية ماثيوس ريجاس خطط الشركة لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة. وتم خلال اللقاء استعراض ومتابعة الخطة الطموحة للشركة التي تعمل في مناطق أبو قير وشمال إدكو شمال العمرية بالبحر المتوسط، حيث تستهدف وضع الاكتشافات الغازية في منطقتي شمال إدكو شمال العمرية على خريطة الإنتاج من خلال ربط الآبار الجديدة بتسهيلات إنتاج أبو قير، الأمر الذي يضيف نحو 150 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي. كذلك تم استعراض خطة العمل لبدء أنشطة استكشافية جديدة في مناطق عملها تستهدف التركيز على الطبقات العميقة بتلك المناطق. وأكد الملا أهمية التعاون والتنسيق المستمر الذي تقوم به الوزارة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لسرعة تنفيذ المشروعات الجديدة في مجال زيادة الإنتاج والاحتياطات من الثروات البترولية والغازية. المصدر معنا كان من RT، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نشوف أخبار جديدة من قناة السويس، وقناة السويس يعني بتقدم لمصر أعلى إيرادات في التاريخ. وأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن القناة حققت إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار في نوفمبر 2021، وهي الأعلى في تاريخ القناة. طبعا ده شيء يعني مفرح جدا إن يبقى أعلى إيرادات في التاريخ شهر نوفمبر 2021، شيء مهم وخبر صار جدا لكل المصريين، وربنا أنعم علينا بنعمة قناة السويس عشان يكون لنا دخل بالعملة الصعبة، وده شيء مهم وجميل جدا. وربنا يحفظ مصر ان شاء الله على مين يعاديها ويبعد عنها اي اذى باذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم ان شاء الله. كان معكم اسلام الامير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.